السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل التقني. إن شاء الله النهاردة هنجيب لكم نت مجاني من البرومو كود الجديد بتاع تطبيق أنا فودافون. بس قبل ما نبدأ الشرح، بنتمنى اللي أنتم بتشتركوا في القناة التانية، وأسيب لكم الرابط بتاعها في الوصف أسفل الفيديو. القناة دي برضه كان بنزل عليها فيديوهات إنترنت ورصيد مجاني، هسيب لكم الرابط بتاعها في الوصف أسفل الفيديو، فيا ريت تشتركوا فيها علشان أول ما ينزل عليها أي فيديو جديد يوصل لكم إشعار بيه وتكونوا أنتم أول ناس تشوفوا الفيديو. طيب دلوقتي بقى هنقول لكم إزاي هنكتب البرومو كود الجديد بتاع تطبيق أنا فودافون عشان نجيب منه إنترنت مجاني. طيب أول شيء بعد ما بنفتح تطبيق أنا فودافون، وطبعا لازم نكون مشغلين بيانات الهاتف اللي هو الإنترنت بتاع الهاتف، حتى لو أنت ما معكش رصيد ولا باقة فلازم تشغل بيانات الهاتف. وبعدين هتفتح تطبيق انا فودافون وهيفتح معاك بالشكل ده، وهنيجي في اسفل الصفحه كده هنلاقي كاتب لنا اكتب برومو كود مارد. طبعا هنيجي على اضغط هنا بالشكل ده كده ونضغط عليها. طيب بعد كده هتجي لنا صفحه ثانيه بالشكل ده، هنضغط على ادخل البرومو كود وهنبدا نكتب البرومو كود الجديد اللي هو مارد. هنكتبه بالشكل ده ام ايه ار ايه دي، وبعدين هنضغط على اكسب ريتك بالشكل ده، وزي ما احنا شايفين كده جاب لنا 100 ميجا بايت. كاتب لنا اهوت حصلت على 100 ميجا بايت، لسه بعت لك 100 ميجا بايت صالحه لمده يوم. وده كده طبعا هيبقى البرومو كود الجديد بتاع تطبيق انا فودافون. وبكده هنكون وصلنا لنهايه الفيديو، واذا عجبك الفيديو اضغط لايك وما تنسوش الاشتراك في القناه عشان تشجعونا اللي احنا نعمل لكم فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.